طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نبدأ من الناصرية التي يقمع أبناؤها على يد القوات الحكومية، حيث أكدت قبل قليل مصادر صحفية بارتفاع عدد الشهداء الناصرية إلى 8 وإصابة نحو 200 جريح برصاص القوات الحكومية والميليشيات، حيث تجددت التظاهرات اليوم في الناصرية والتي طالبت بإقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي والمسؤولين الحكوميين المتهمين بارتكاب انتهاكات إنسانية ضد الناشطين والتسبب بهدر أموال طائلة. خلونا نشوف هذه الصور المؤلمة من الناصرية والأعداد الكبيرة والغفيرة من الجرحى. امتلأت المستشفيات في الناصرية، تم وضع الجرحى في الشوارع وفي الساحات العامة. نشوف هذه الصور ونرجع لكم. مستشفى قبضت نعم، شفنا هذه الصور. طبعا عناصر الأمن استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا عددا من الطرق والجسور الرئيسية في الناصرية، كما أغلقت القوات الأمنية في وقت سابق مداخل ومخارج المدينة في إجراء مشدد لمنع الوصول إليها. طبعا يطالب المتظاهرون منذ
أيام بإقالة المحافظ ناظم الوائلي ونائبيه، فضلا عن الكشف على مصير أو عن مصير المتظاهرين والناشطين المختطفين والتحقيق بمقتل زملائهم المحتجين وتقديم المسؤولين للقضاء. طبعا اشتباكات اندلعت عصر اليوم الجمعة بين القوات الحكومية، وقامت بضرب المتظاهرين بالتحديد على جسر النصر وسط المدينة. دفعت القوات الأمنية بتعزيزات إضافية، والتي اشتبكت مع المتظاهرين بالرصاص الحي وأطلقت عليهم قنابل الغاز بحسب مصادر طبية في مستشفى المدينة. حصيلة المواجهات طبعا هذا بحسب العربي الجديد، تقرير صار عدة ساعات، 3 قتلى، مثل ما أشرنا أنه العدد وصل إلى 8 شهداء وما لا يقل عن 200 جريح، بينهم نحو 20 أصيبوا بالرصاص الحي وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا. من جهته أكد مسؤول طبي في مستشفى الحبوبي بأن عشرات الجرحى من المتظاهرين وصلوا إلى المستشفى ومستشفيات أخرى، وبأن عددا منهم بحالات خطرة، مبينا لصحيفة العربي الجديد بأن الإصابات بعضها بطلق ناري وبعضها بقنابل الغاز. أشار إلى أن أعداد من المصابين ما زالت تنقل إلى المستشفى ولا توجد إحصائية واضحة بعد، وأن ردهات الطوارئ لا تكفي مثل ما شفنا بالصور، لا تكفي لأعداد الجرحى. وفقا للناشط باسم الناصري، فإن عناصر الأمن واجهوا المتظاهرين بقمع غير مسبوق حتى ما بعد انسحاب المحتجين إلى الطرق الفرعية للفرار من قنابل الغاز والرصاص الحي، حيث قاموا بملاحقتهم داخل الأزقة، وبين بأن هناك تصويبا مباشرا على المتظاهرين من عناصر الأمن. أشار إلى أن الوضع حاليا مرتبك للغاية، وقد تم نقل أغلب الجرحى إلى المستشفيات، في حين انتشر عناصر الأمن بأغلب شوارع المدينة وحذر من عمليات اعتقال قد تطال المتظاهرين الجرحى داخل المستشفى. طبعا حاولت القوات الأمنية المنتشرة في المنطقة منع المتظاهرين من تنظيم أنفسهم، وواجهتهم مرة أخرى بقنابل الغاز. طبعا المتظاهرون ردوا بحرق الإطارات على الجسر، وضربوا القوات الأمنية بالحجارة. وفقا لعضو تنسيقية تظاهرات ذي قار قاسم العابدي، قال بأن القوات الأمنية كثفت من وجود عناصرها وقطعت الطرق أمام المتظاهرين الذين توافدوا نحو جسر النصر وسط المدينة، وبين بأن القوات الأمنية طوقت المتظاهرين من جميع الجهات وأطلقت قنابل الغاز عليهم. أشار إلى أن هناك إصرار من عناصر الأمن على تفريق التظاهرات وإنهائها بالقوة والعنف، وحمل الحكومة مسؤولية ما يحدث من انتهاك لحقوق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي في الناصرية، وشدد على أنه لا تراجع حتى إقالة المحافظ والمسؤولين الفاسدين في المحافظة والذين سيطروا على مقدراتها المالية وحرموا أبناء المحافظة. وأشار إلى أن حكومة الكاظمي تحاول تسويف التظاهرات من خلال الوعود التي تطلقها باستبدال المحافظ وغيرها من الوعود التي باتت لا تنطلي على أهالي الناصرية الذين سئموا سياسة التسويف التي اعتمدتها الحكومات السابقة، وتسير حكومة الكاظمي اليوم على خطاها. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. أخي عبد الرزاق، شفت الصور وعدد الشهداء والجرحى، يعني احنا شفنا بالصور عدد كبير من الجرحى، وبحسب مصادر صحفية وصل عدد الشهداء إلى 8 في مدينة الناصرية. السلام عليكم أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك، حياك الله. الله يبارك فيك ويحفظك. أستاذ، اليوم اللي صار مزرعة صراحة. نعم. ونحمل الحكومة مسؤولية كل اللي صار. الحكومة تتحمل هذه المسؤولية، والحكومة هي شركة هذه الدماء وتتحمل كل قطرة دم، لأنه من البداية وأتلافها هذه الإشكالية وهذه الصدامات اللي اليوم صارت. نعم. يعني المتظاهرين طالبوا بإقالة المحافظ، يقيل يا أخي يمدي لها أستاذ المحافظ شنو شايل من فيه، شنو شايل من عليهم حتى تتكلم بيه ليش هيك؟ يا أخي لما صارت المجزرة هذه وحدت الدماء
ويلا غيرت المحافظ، يمدي لي شنو شايل المسؤوليه، شنو اللي معمر، شنو اللي مسويه هذا المحافظ حتى انت تسلم به. يا اخي مزره اليوم، يعني صراحه احنا يعني عز علينا ان نشوف هيك من هالشباب هذه الدماء هذه اللي جاي. نعم. يعني تسفك بدون اي مبرر، وماكو اي سبب لهالدماء هذه. يعني مطالب جدا بسيطه، يعني ما تستوجب سفك الدماء. يعني الناس يقولوا لك يابا يا نعم عبد الرزاق، يعني على اساس انه البارحه اول البارحه الكاظمي اعطى ايعاز بعدم استخدام الرصاص وعدم استخدام القوه ضد المتظاهرين وبالتحديد في الناصريه، اليوم اللي شفناه كارثه، مصيبه. يعني الجماعه الظاهر بعد ما يقدرون، لازم يوميا يذبحون الشعب العراقي، تعودوا على الدم. مع كل الاسف هو لما الحاكم يستسهل الدم هي هذه النتيجه مالتها. ولا يعني احنا الصراحه يعني ما عاد عندنا اي ثقه بالحكومه. يعني اضرب لك مثل استاذ عمر ولو شو اخذ من وقت البرنامج. نعم. الكاظمي قبل فتره هاي القوات الصاعقه او الصدمه بالبصره، المشات مالتها والقضاء على النزاعات العشائريه، وذاك اليوم اول البارحه نزاع عشائري استخدموا به كافه الاسلحه الثقيله. زين اي زين، انت لما مسوي هاي القوات والاعلام عنها والبروباغندا هاي مالتك الاعلاميه، زين هاي الاسلحه وين كانت مضمومه؟ يا اخي اريد يعني احنا ما والله ما اعرف يعني واحد مأساة يقول مأساة. يعني احنا اذا انت يا رئيس الحكومه اللي انت قمه الهرم بالمصداقيه امام المواطن، ما عندك مصداقيه، اي بعد احنا ديما نثق. أنا أشكرك عبد الرزاق من بابل كان معنا. محمد من كربلاء، تفضل محمد. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم الطيبة المباركة. الله يبارك فيك حبيبي أستاذ محمد. الرحمة والغفران لشهداء دورة تشرين بالناصرية وبغداد وجميع محافظات العراق. آمين يا رب. والشفاء العاجل للجرحى والخزي والعار للظالم، والله ربي ينتقم منهم من كل ظالم بحق محمد وآل محمد. آمين يا رب. جميع واحد قتل المتظاهر، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. نعم. زين، أو الله يحفظ سواء ثورة تشرين وينصر المتظاهرين. نعم. الحق. زين، وبالنسبة لهذه قبل كم يوم شفت مقطع فيديو على جميل الشمري. زين، على جميل الشمري مكرمينه وبديال هناك وبديالهم مكرمينه وهذا العامل المنتقدي يعني فوق ما يقتل المتظاهرين ودمر الناصريه، الدور اللي تقوم فيه ويكرمونه. يعني الظالم اليوم اللي يقتل واللي يعد المتظاهرين يتكرم ويتحاسب ويسجن. زين اخ محمد، يعني ماكو واحد بهاي الحكومه يقول عمي ايش تسوون؟ يومية تذبحون بالعالم، إلى متى يبقى هذا الوضع؟ شو هم يطلعون البارحة يقول لك عدم إطلاق الرصاص وعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين، اليوم يذبحوا لهم كم واحد والجرحى بالمئتين. أستاذ عمر، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، الله ربي ينتقم منهم، هاي الحكومة والحكومات المتعاقبة. وأحد أوصل الفكرة لكم، الله ربي يحفظ قناة الرافدين والأبطال اللي بيها. الله يسلمك. وتحياتي لكم من قناة الرافدين. حياك الله، حياك الله أخي العزيز، الله يسلمك. أنا أشكرك. محمد من كربلاء كان معنا. عباس من ديالة، تفضل عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يعني أستاذ، يعني أنا من فعل كلش يعني طلع من مضالي بسيط أستاذ. نعم. نعم عباس. يعني بسيط، يعني الشغلات كلش 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 بسيطه، ما تستوجب. يعني هم قبل فتره يقولون شوي من فعل المطالب، يعني تعيين ومات وكلها صفر. نعم.
الظاهرين، قال انت دياله انت طائفي انت مدري شنو. العسكري رحت اشتكيت على المنتدب وحتى وجعني. انا اطالب الان خريج كليه العلوم رفضوا زلازل، يعني ردت اطالب ابسط شيء التعيين هناك. انت طائفي انت سني انت اكو منطق اكو اسلوب يسوى واحد يحكي بشر. قلت لهم ادور انا عندي عائله وزوج عندي اطفال وارد اعيشهم صار امر عيني. نعم ابوزك الكلام. نعم يعني فد مقاليد بسيطه من الله انتقم منها، يعني تقبل هذا اللي يقول انت طائفي انت سني انت كذا ما ادري شنو. وين قدمت اخي عباس؟ انا ردنا قال قائد احنا بسيطين كلش، يعني تقريبا احنا ما لا تشرين. وردني هذا وردني دفرة على صفحتي بعد عن الحال نعم سأتوا الله ينتقم منهم إن شاء الله. وتالي صار وياك عباس؟ والله هالتباعد اللي يعني كل شيء بعد سرقة المشتكى لله وحق الجوال ما وين تروح الله المعين. اي والله صار. وانا اشكرك استاذ عمر، اني اشكرك واشكر قناتك. اشكرك ربي يحفظك ويسلمك ويوفقك يا رب. عباس من ديالى كان معنا. محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك اخ عمر ومشاهدين جميعا. حياك الله يا اهلا بك يا اخي. محافظه تحاشر محافظه كامله تحاشر وتبات قتل وقمع واختطاف والعالم كله ساكت. أين المرجعية؟ أين المرجعية؟ يقتلون يقتلون بالحسين والحسين منهم براء. أنتم تقتلون بالحسين أين أخلاق الحسين؟ حاليا مو أبناء الشيعة تقتل أبناء الشيعة أين السيستاني؟ يعني هم بعد واحد يقل هاي العمائم العتنة؟ كيف يعني يا أخي؟ وين السستاني هذا يقول مثل الشيعة؟ أكو واحد بعد قل السستاني؟ يعني بعد المرجعية بعد سقطت قدام الشعب العراقي ليش ما تستنكر؟ إذا هم شركاء بالقتل والجريمة أخ عمر. نعم زين محمد، يعني هاي الأعداد من دع ترتفع إن كان في صفوف الشهداء ولا الجرحى. الكاظمي وين؟ وزير الداخلية وين؟ وزير الدفاع وين؟ هذا القمع اللي دي يصير وينهم؟ يعني ماكو ما معقولة. يعني هم دي يصورون قبل البارحة أولت البارحة على أساس والله جت جاني دا لقائد العمليات بالناصرية قالوا له ممنوع تضرب المتظاهرين. تمام؟ النتيجة اليوم شنو؟ قبل أسبوع قبل شهر قبل سنة يعني هاي الناصرية تقمع يومية، نزيف الدم مستمر. مسألة أصبحت واضحة. يعني هم يطلع يقول لك لا إحنا مع المتظاهرين السلميين وإحنا ضد إطلاق الرصاص، ولكن على الواقع لا، الأمر يعني استهانة بدماء العراقيين كأنه هو رايح إلى معركة وبغل بغل. يعني أنت يعني هسه هم يقول لك أنت تحكي على القوات الحكومية والأمنية، دنشوف كثير من القوات الأمنية يعني ما أعرف هو ملثم يعني ولا كأنه عراقي. اليوم بدأ قوات عمر بدأ قوات إضافية اليوم كاظمي وزير داخلية بدأ قوات إضافية اليوم. فما ما أتفق أخ عمر مدار اليوم إيرانيين دفنين على قولتك بنشوفهم طول مقطمين بينهم من قوات الحرس الثوري الإيرانية. هم مساهمين بالجريمة يعني وزير الداخلية والكاظمي. هم اليوم مدوا قوات إضافية. ماكو ضابط يحصي أوامر؟ ماكو ولا ضابط يقول لك لا عمي ذولا أهل ولايتي ذولا أهل بلدي؟ ما شفنا ولا ضابط ولا رتبة عسكرية ولا رتبة بالداخلية يقول لك لا عمي أنا ما أضرب الناس.
طالعين هم تظاهرات، خليهم يطلعون تظاهرات، أنا واقف، هم اللي يطالبون بإقالة المحافظ. سوى هو؟ سوى انقلاب مثلا؟ سوى؟ نعم بقوا بشر زبالة. الشرفاء من الجيش طلعوهم تقاعد. يعني يا أخي هم يقولون كيف وكيالين. يعني رئيس الشهيد صدام حسين الله يرحمه تعرض إلى محاولة اغتيال في التجير. هو رئيس دولة دافع عن نفسه يعني. وعدمه وحاليا الشعب العراقي ده يقتل وده يباد ومرة واحد ماكو أي محاكمة. قتل حمام الدم بدماء البابي بتكون يا أخي. حمام الدم مستمر. فأنا أقول المرجعية سقطت. والسستاني سقط لأن هم مساهمين بالجريمة. ماكو لا دا نسمع صوت مرجعية ولا دا نسمع يعني ما أعرف. هاي ملتهين قال لك والله البابا راح يزور البابا راح يزور العراق. هاي والدعم الدولي ما شاء الله ما مقصر وياهم. عادي اذبحوا الشعب العراقي دمروا بوقوا صيروا الاول بالفساد، بس اهم شيء تبقى هاي العمليه السياسيه جاثمه على صدور العراقيين. بدون العراق اخي حتى اقول لك معلومه عمر حاليا ماكو لقاح، لقاحات ماكو بالعراق لحد الان ما كورونا حتى بدون الشعب العراقي. فهدفهم قتل الانسان العراقي. وانا ما اطيع عليكم التحيه. انا اشكرك اخي محمد من هولندا كان معنا. رساله على الواتساب من ابو زين العابدين من البصره يقول السلام عليكم، يقول اللي يترجون خير من الانتخابات المقبله، هل تعتقدون بان عصابات الاحزاب والميليشيات التي تحكم البلد سيسمحون للوطنيين والمصلحين بالاشتراك في الانتخابات من دون ان يتعرضوا لهم بسوء؟ يتساءل. اكو اتصال ابو ياسين من بغداد، تفضل ابو ياسين. ابو ياسين تسمعني؟ ابو ياسين انقطع الاتصال مع ابو ياسين. طبعا المفوضية العليا لحقوق الانسان ادانت القمع الجاري في الناصرية وقالت في بيان لها بانها سجلت مقتل متظاهرين وإصابة أكثر أو نحو 150 آخرين نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والآلات الحادة، إضافة إلى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة بالإطارات المحترقة. معنا اتصال حسام من الناصرية، تفضل حسام. حسام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. تحياتي لك وقناتك الشريف البطلة. يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك. الله يحفظك ويسلمك ويخليك. الله يسلمك. جاي يصير أخي بالناصرية؟ طبعا سولفنا. طبعا أول شيء حبيت أسلم عليك وعلى مشاهدينك الكرام، هاي وحدة. الله يسلمك. والشيء الثاني تبقى ذيقار عصية على الأحزاب الفاسدة والله والنعم والذيول الإيرانية، وهذه تبقى يعني شوكة ذيقار مجاهدة بشبابها وبرجالها بشيوخها. فلا تتصور يعني يوم لأيام ذيقار تبقى دليلة بيد الأحزاب الفاسدة، من المستحيل. وتحياتي لك ولقناتك المجاهدة. الله يسلمك أخي حسام. بس أريد وهاي الشباب. نعم أريد أسألك أخي حسام، أنت من الناصرية، هذا القمع اللي يصير بالناصرية تمام؟ نعم. الحكومة تطلع من باب احنا نرفض اطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة، وعلى الارض شهداء وجرحى وقمع. انت ابن الناصرية شلون تفسر هذا التناقض؟ هذا مو تناقض، هذا صار واقع العراق المرير. نعم. وراح اقول لك شلون. القادات الامنية الموجودة بالمحافظات الجنوبية وبالعراق كافة. نعم. وخاصة بالمناصب العالية تجي عن طريق الأحزاب، هاي كلها متفقة عليها، المحاصصة الطائفية المقيتة اللي صارت انفرضت علينا من 2003 لهذا اليوم، وهذا سبب المحاصصة المقيتة اللي خلت رجالات الدولة اللي بين قوسين الضباط بمناصب عالية تجي عن طريق الأحزاب، وهي الأحزاب حاليا تدير محافظة ذيقار. للعلم كافة الأحزاب مشتركة بهاي القضية، كافة الأحزاب بدون نعم. استثناء. هذا الواقع واقع ذيقار حاليا. نعم.
رسالة نداء توجه للعراقيين. أخي حسام حبيبي، أقول لك توصي نداء مناشدة للعراقيين حول ما يحدث بالناصرية. والله ناصرية نعم. جاي يعني شلون أوصف لك؟ العراق مصغر، الناصرية جاي تدافع عن 40 مليون عراقي. نعم. فإحنا ما نريد شيء من المحافظات، بس الدعم بس بالكلمة فقط، بس بالكلمة. لأن صدقوا من 2003 هذا يوم صارنا 17 سنة على هالضيم هذا، فإذا تبقون فرح نبقى بعد 100 سنة على هالوضع هذا وما يتغير شيء للأسوأ. فأنتم يا شعبنا العراقي، والعراق بغيرة معروف عنه من ثورة 20، فبس شوية حر غيرتك بالكلام، ومن تريد تحكي لك حكاية على هاي العالم، هاي الشباب الضالة الطالة بطالة، هذول ترى مو جايين عن فراغ، أغلبيتهم خريجين أصحاب شهادات. نعم. ويعني من الواقع المرير، يعني هسه شنو أنت جاي تشوف هسه بالفضائيات، جاي تشوف الصور، يعني بطران هو جاي يطلع هسه بطران يعني فايخ وبطران، وجاي يطلع يعني مثلا قاتل هالجوع العالم، الجوع تعبت، العالم تعبت، الناس تأذت، خدمات ماكو، تعيين بس للأحزاب، الوظائف شاغرة بس للأحزاب، خريجين من 2003 لحد الآن عندنا جاي يبيعون شقاير بالحبوبي، جاي يبيعون حاجة بربع، خريج تعبان على نفسه قضى عمره يدرس، تخرج يبيع حاجة بربع بالحبوبي، هو هذا منطق؟ هذا منطق حكومة؟ مع الأسف. فمن هذا المنطقة الشباب طلعت ملت، وهاي خلية الأزمة، مع احتراماتي للناس الخيرين البيهة، خلية الأزمة خلي يرجعون لبغداد أحسن، لأن هي خلية الأزمة، هي الأزمة اللي وضعها بالناطرية. وتحياتي لكم، حياك الله أخي، تحياتنا للناصرية، ونسأل الله نسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يشافي الجرحى وأن يحفظ الناصرية يا رب. أبو ياسين من بغداد، تفضل أبو ياسين. أبو ياسين تسمعني؟ طبعا أضاف بيان المفوضية بأنها تحذر من استمرار الانفلات الأمني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة، وقيام الحكومة والمؤسسة الأمنية بدورها في حفظ الأمن والأمان الذي سيؤدي بالنتيجة إلى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. تصعيد المناطقي لزوار النجف الأشرف احتجاجا واستنكارا على القمع الذي حدث في الناصرية، فليعلموا أبناء الناصرية أن دمنا دم واحد، وطريقنا طريق واحد، وهدفنا هدف واحد. عاش العراق، عاش العراق. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، صدق الله العظيم. رسالة، ثوار الديوانية يخرجون بتظاهرة سلمية، وذلك لما يحدث من العنف المفرط بحق أبناء الناصرية العزل الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة. ونحذر حكومة السفاح مصطفى الكاظمي، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه من ترهيب وقتل لإخوتنا ثوار الناصرية، سنعود للمربع الأول وسنستخدم الأسلوب الآخر بالتصعيد، وسنسقطكم كما أسقطنا قبلكم حكومة القناصين وحكومة الأحزاب الفاسدة. من ساحة الشهداء، ثوار الديوانية، الجمعة 26/2/2021. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. أهلا بكم من جديد، معنا اتصال من كربلاء. سعد، تفضل سعد. سعد من كربلاء تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا اهلا بك، تفضل. شلونك دكتورنا العزيز؟ اهلا وسهلا بك، حياك الله، هلا وعيني. خصوص التظاهرات اللي جاي تمر بخصوصا بالناصريه. نعم. يعني الناصريه الجريحه. نعم. الحقيقه
الاحزاب اتمادت القتل المتظاهريه. والقضيه معروفه يعني قضيه سياسيه، الشعب العراقي متوحد من الشمال للجنوب. بس احنا نتمنى من عندكم يعني ان يكون نقل الصوت، يعني شلون واحد يقول الحقيقه الواضحه. انه شيعه العراق من سقوط الحد الان فئه مظلومه. وفئه مهمشه. وكان بحجه الطائفيه وبحجه الاحزاب اللي جت باسم الدين. على انه الشيعه مظلومين والشيعه لازم ياخذون حقوقهم. والشيعه غطت هذه باعتبار العراق كان ساحه بعد السقوط. للدول اللي الاقليميه خصوصا ايران وتركيا وباقي الدول تدخلت بالعراق. انا واحد من الناس، انا من كربلاء، ما شفت عمري حياتي كلها الطائفيه موجوده وهذا شيعي وهذا سني. بس مع الاسف انه الاحزاب الفاشله والفاسده باعت ضميرها. وبالكومشينات وبالعقود وبالمليارات. زين، ويناديك باسم الدين وباسم الحسين وباسم الشيعه وهم براءه من عندكم. مع الاسف بالفعل احنا شيعه العراق ضيعنا المشيتين، ضيعنا ايران من صفحه تدور مصالحها. والكل يعرف بعد هاي سوشيال ميديا كل شيء معروف. السعوديه تعرف وتركيا تعرف واسرائيل تعرف وامريكا تعرف انه ايران همها المتنفس الوحيد لها هو العراق. منتجات الرديئه تعال غصبا عليك اخر. زين، ظلينا احنا يعني شلون تقول مثل مضيع ولد ومخلي ولد. لا نقدر نسيطر على ارواحنا ونقدر نطلع بصوت عالي شباب جاي تتقدم. بعد وصلت حتى انه قبل اسبوع انقتل يمنا واحد شاب لا ماكل لا شارب ما تعرف على شيء، طقه تمه سياره قتل دارت وجه. هذا ضكس التشيع بالعراق بكربلاء. احنا ليش نضمن بخته ونحكي ونقول الاوضاع والاحداث؟ احنا ناس طبقه سياسيه تعبانه فاسده خبطه الحامل بالنادي. تفضل لو عندك سؤال. انا والله يعني بدي اسولف وياك ساعه. الله يسلمك، كلامك والله يعني شلون تقول على الجرح. أنا أشكرك بس والله أكو هواية اتصالات. أنا أشكرك سعد. بالفعل يعني الطبقة السياسية استخدمت مظلومية وقال لك إحنا جايين للنهوض بهذا المذهب الذي ظلم وكذا من هذه الدعاية. ومحافظات الجنوب تعيش يعني أكثر نسب الفقر في المحافظات الجنوبية، مدارس ماكو، الخريج طبعا هو كل هذا الكلام يجر على كل المحافظات، ولكن المحافظات الجنوبية إذا نحكي مثلا على البصرة وغير البصرة ما مستفاد شيء. أبو أحمد من الناصرية، تفضل أبو أحمد. أبو أحمد تسمعني؟ أبو أحمد. أبو ذي الفقار، أبو ذي الفقار من نينوى، تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي يا عمر. حياك الله، يا اهلا بك. نحيي ابطال الناصريه، ابطال ثوره تشرين العظيمه. نعم. المجيد. ونحيي شعبه. نعم. الصابر الصامت ضد الطغمه الفاسده. نعم. ذيول الحكم. ونحيي الشعب العراقي ونقف معهم بالكلمه. نعم. ونمجدهم وننحني لهم إجلالا. نعم. وإكبارا لهذه الثورة المجيدة. وإن نعم. شاء الله منتصرين بعون الله عليهم. نعم. إن شاء الله. والنصر قادم إن شاء الله بهمة الشباب ودماء الشهداء. والله شافي الجرحى والرحمة للشهداء. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رسالة على الواتساب جاء فيها السلام عليكم أخي، مجزرة جميل الشمري أخذت نص من شبابنا وهسه ناظم الوائلي، الله أكبر عليهم، الله ينتقم منهم من الأحزاب السياسية، حسبي الله ونعم الوكيل. أكو اتصال لو نستمر. نعم طبعا مثل ما شفنا إحنا بالصور
تم استخدام ومثل ما نشوف الآن في على الشاشة مستشفى الحبوبي في مدينة الناصرية تم استخدام مرآة بالسيارات لإسعاف الجرحى بسبب اكتظاظ المستشفى بأعداد المصابين وعجز غرف المستشفى عن استيعاب الجرحى. طبعا من جهته ناشد مصرف الدم في الناصرية سكان المدينة بالتبرع للمصابين. يأتي هذا بعد اكتظاظ مستشفى الحبوبي بالمتظاهرين الجرحى من جراء استمرار قمع القوات الحكومية. وشفنا يعني على منصات التواصل الاجتماعي قبل قليل مقاطع ما شاء الله أهل الناصرية طلعوا والنعم منهم، يعني طلعوا هبة رجل واحد للمستشفيات المستوصفات من أجل التبرع بالدم للجرحى والمصابين. معنا اتصال أبو سيف من الناصرية، تفضل أبو سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. عمي احنا مليانة احزاب دمرتنا هاي الموالة. نعم. هاي الدجلة هاي الحلقة الحلقة الموالة دمرونا. نعم. يا ريت تنصي التلفزيون للأخير أبو سيف. نعم. والله اتأذيت من هالدولة هاي الفاشلة. نعم. حكومة باطلة، حكومة للأحزاب. نعم. والله دمرنا دمينا يعني كلش دم من وراء الأحزاب ومن وراء الملان. زين أبو سيف أنت من الناصرية، يعني معقولة كل هذا القمع اللي دا يصير وما بي أوامر عليا من القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الداخلية؟ معقولة؟ قوات مسلحة وينك قائد عام؟ نعم. هو جاي يتفحم عليا. نعم. نعم. والله تأذينا يا أخي، ملينا يا شباب جاي يتوه. والله هذا إلا من الشيء. نعم. الله المعين والله يجنب الناصرية ومدن العراق المزيد من الدماء. أنا أشكرك أبو سيف من الناصرية. معنا أبو ياسين يعاود الاتصال من بغداد، تفضل أبو ياسين. تحياتي لك أخوي على قناة رافدين. يا أهلا بيك، أهلا وسهلا. أنا عندي رسالة لها للناصرية طبعا. تفضل. كلام مدرج، أقولهم أحيي أبطال أهالي الناصرية وأقول لهم عفية النشامة ضد هذه الحكومة وأحزابها العميلة الجبانية، وقللهم للأبطال أنتم تظلون رمز للوفاء وللحكومة، والحكومة وأحزابها تاريخهم أسود وقمقمية. أهالي الناصرية عندهم بطولات من آباهم وأجدادهم رعبة والخميني في حرب القادسية، وهالنخوة وأصغر واحد بيهم يمتلك غيرة وروح. نعم نعم أبو ياسين، انقطع اتصال مع أبو ياسين من بغداد. طبعا في إطار تبادل الاتهامات والتنصل من المسؤولية، أكد النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري بأن كل القوى السياسية خولت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإنهاء تكليف المحافظ ناظم الوائلي. وأضاف الجابري بأن رئيس الوزراء يماطل ويتحجج بأنه يحتاج إلى بضعة أيام لاختيار بديل. إيش تنتظر؟ تنتظر الناس تموت؟ شنو ما تقول شنو أنتوا الخاطر الله؟ طبعا بدأت تداعيات إنهاء تكليف محافظ ذي قار، والآن أنباء عن تكليف الأسدي محافظ على ذي قار بعد تصاعد وتيرة التظاهرات وارتفاع عدد الشهداء والجرحى في مدينة الناصرية. طالب الجابري بالإسراع بتكليف بديل عن الوائلي، وحمل المالكي مسؤولية سقوط كل قطرة دم من المتظاهرين من جراء التأخير في إنهاء تكليف الوائلي. يعني رئيس وزراء ما تقدر أنت بلحظة تغير محافظ؟ والله ما أدري عليش أنت رئيس وزراء. طلعت التظاهرات ما تريد صار لها أيام يا أخي، واخرة شنو القضية؟ شنو القضية؟ يعني لهالدرجة يعني ما تقدرون تتحركون بقرار ألا ترجعون إلى أسيادكم من زعماء الأحزاب والميليشيات؟ معنا اتصال أبو عبد الستار من السليمانية، تفضل أبو عبد الستار. أبو عبد الستار، نعم قطعت اتصال مع أبو عبد الستار من الناصرية. طبعا
مفوضية حقوق الإنسان حذرت في العراق من استمرار تجاهل حكومة الكاظمي لمطالب المتظاهرين في الناصرية وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة هناك، وهو ما سيؤدي إلى فوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا. وقالت المفوضية بأنها تابعت الأحداث في الناصرية والتي أسفر عنها استشهاد متظاهرين وإصابة العشرات نتيجة استخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ودعت المفوضية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف نزيف الدم في الناصرية بعد سقوط كم كبير من الشهداء والمصابين، كما دعت مجلس المحافظة للاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية وحقن الدماء. موقع ميدل إيست مونيتور قال بأن مدينة الناصرية لا تزال تنزف الدماء في ظل القمع التي تتعرض له التظاهرات المطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي على خلفية اتهامه بالفساد والفشل في توفير الخدمات للمواطنين. وأشار تقرير للموقع إلى سقوط شهداء وعدد كبير من الجرحى في صفوف المتظاهرين، وأضافت بأن التظاهرات مشهد متكرر في المحافظة رغم القيود التي تفرضها جائحة كورونا، ما يشير إلى حجم اليأس المنتشر بين أهالي الناصرية ورفضهم لاستمرار حملات الاعتقالات التي تطال الناشطين. طبعا مثل ما شفنا في فاصل الوسط، في هناك محافظات خرجت، من ضمنها محافظة القادسية، خرج عشرات من المتظاهرين من مدينة الديوانية في كربلاء كذلك. في القادسية عبروا عن تضامنهم مع الناصرية وطالبوا بالكشف عن مصير قتلة المتظاهرين ووضع حد للفساد المستشري في المحافظات العراقية وحكوماتها المحلية الخاضعة للأحزاب والميليشيات، وأحرق المتظاهرون الإطارات أمام مبنى المحافظة في محافظة القادسية، فيما سرعت قوات الأمن للانتشار في محيطها وتنظيم حاجز بشري بين المتظاهرين والمبنى. طبعا العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي ما زالوا مستمرين بوسم الناصرية تقمع. خلونا نقرأ بعض التغريدات تحت هذا الوسم. سجد الجبوري تقول: كل هذا الدم الذي سال وما زالوا يقولون بأن العراق بلد ديمقراطي وبأن شعبه مصدر السلطات. نعم، ترند الثورة يقول: تصعيد لثوار كربلاء مساندة الناصرية. نعم، معنا اتصال أبو شيماء من بغداد، تفضل أبو شيماء. أبو شيماء انقطع الاتصال مع أبو شيماء. نعم، أحمد وحيد يقول: تختلف أسماء القادة، تختلف أرقام السنين، ولكن الشهداء نفسهم. نعم، يقول ترند الثورة كما نقل يعني رسالة بخط يد المحافظ كما نقلها هو، طلب استقالة، يقول فيها: محافظ ذي قار استقال ولن يقله الكاظمي، هل رئيس الوزراء لا يستطيع إقالته؟ عن أي تدخلات الأحزاب بشأن السياسي نتحدث؟ يقول مثل ما نشرها هو بالورقة، لا يعني لم نتأكد من هذه الاستقالة، لكن بالفعل مثل ما تحدثنا قبل قليل يعني رئيس الوزراء صار لها أيام الناصرية تنزف، الآن يعني لغاية الآن لم يقم بإقالة المحافظ الوائلي. علي وليد يقول: كاظمي يعين عبد الغني الأسدي محافظ مؤقت الناصرية، الأسدي كان لديه مواقف سلبية تجاه تشرين وخاصة ثوار الناصرية. آخر تصريح لعبد الغني الأسدي عندما كان في الناصرية قال: إحنا ما جايين نحمي المتظاهرين، الدولة جاية تأخذ الثار من وراء. يقول: من وراء تكليف الأسدي؟ يتساءل. زايد العصاد الناشط العراقي يقول: لم تسقط كل هذه الشباب والأرواح الزكية لكي ينصب ربيب الأحزاب والطالب بالثأر من المتظاهرين. عبد الغني الأسدي محافظ الذي قار، الاستهانة بمطالب شباب الناصرية بمحافظ نزيه من خارج هذه المنظومة الفاسدة وإرادتها سيصعد الأمور بشكل أكبر، لا تختبر صبر الناصرية. معنا اتصال أبو محمد من صلاح الدين، تفضل أبو محمد. عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم أستاذ العزيز. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك.
استاذ انا من صلاح الدين، ساكن حاليا سيو سليمانيه، نازح من عام 2014. نعم. بس اريد يعني كلمه استاذ. نعم. يعني اذا سمحت لي. اي طبعا اسمح لك، بس اريد اتاكد من شغله ابو محمد. انت اللي اتصلت بينا قبل. نعم. يومين لو شخص اخر هم ابو محمد؟ لا نعم انا اتصلت. تمام تفضل اخي. نعم استاذ اريد اقول يعني ما حفظ صلاح الدين يعني للسياسيين، اريد اقول لهم يعني اريد اقول لهم صرنا بظلام الليل لديار الكرادي، ولا احد ولا والي يسال بحالي. يقولون ساعة الضيج انخى الله واكبر وطب وتمحاني، وناديت ما حد وقف، حتى اخوي تبرع عني، وناديت ما حد وقف حملي وقال عني. والله يا استاذ ملينا. نعم. قسما بالله ملينا من شغلة النزوح، وهاي باكر اكو قاعدة في السليمانية يريدون يرجعون النازحين. انا منطقتي ما مفتوحة يا سلام الله، وين ارجع؟ وين اروح؟ وين اتوجه؟ وين اروح؟ خليكم مكان، خلي المذيع مكان، خلي المخرج مكان، وين اروح؟ غير اكو شيء اطالع اروح عليه، منطقتي ما مفتوحه، هم راح يسدون المخيم، يعني وين اروح؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ما عندنا غير بالظلت هاي، يعني هم كلهم تبروا عنا، حتى محافظ صلاح الدين يحكي على كافه صلاح الدين، يعني انت محافظ صلاح الدين جاي تسرب صلاح الدين، يعني ما تنظر صلاح الدين ناقصه يعني ناقصه ديره ما موجوده، ما تقول هذول اهلهم وين؟ ما تقول يعني انت عسى تنقص واحد بديتك، ما تقول هذا وين راح؟ وين اختفى؟ يا ديره يا شمال راح؟ انا مو جاي احكي استاذ العزيز على بس نفسي. نعم نعم على كم؟ قسما بالله يا استاذ كلام اخير. لا حول ولا قوة. قسما بالله افكر اروح اطلبه من الجامع، قسما بالله اوف اريد اموت من الجوع، عاد خلي اموت من الجوع. بس انت انا نزحت غير مستعبرني داعش يا محافظ صلاح الدين، عادي استعبرني داعش، تعال خذني، بس خلي عيالي بيتي يرتاحون، خلي يروحون، انا اللي بدنا لهم قرفه ورا الاهل، بس اريد امن عليهم. انا خذني، انا مو داعش، بس انا خذني عادي مو مشكله. انت هي مو صار الظلم بالشوارع، حال المظلومين، ليش الماتوا بسبايكرة أنا أحسن من عندهم؟ الماتوا بالمظاهرين كل واحد يسوى 20 من السياسيين، ليش أنا أحسن من عندهم؟ بس خذني وخلي عيالي نايمين بديتي مرتاح، يعني والله ظلم، والله ظلم، والله ظلم، قسما بالله ظلم، قسما بالنبي ظلم، ما أقدر بعد، ما أتحمل أنا، لا زي ما الله صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعينك. الله يعينك يا أبو محمد، الله يعينك ويفرج عنك ويفرج عن جميع النازحين. والله يعني من هذا المنبر صراحة يعني معاسي العراق مع الأسف ما تنتهي، يعني شوف ابن الناصرية يقتل، النازح متبهذل. يعني أبو محمد رسالة مؤلمة، ونسأل الله أن يفرج عنك، وهذه رسالة إلى الخيرين، إلى الخيرين من ناشد الحكومة، يعني ماكو فايدة 18 سنة الناشد، الناس الخيرين تفزع للنازحين، تفزع للنازحين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.